المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الـ measurement process ونفتكر كده مع بعض الـ definition بتاعها. كنا بنقول إن الـ measurement process it is the process of comparing an unknown quantity with another quantity of its kind to find out how many times the first include the second. بمعنى لو أنا تخيلت إن أنا عايزة أحسب الـ height ده، أنا مش عارف الـ height ده الـ value بتاعته كام، لكن في نفس الوقت أنا معايا رولر والـ value بتاعت الـ ruler دي مثلا 10 سنتيمتر، فانا المفروض بعمل كومباريزن ما بين اللينث بتاعت الرولر اللي انا بالنسبه لي عارفاه وما بين الانون هايت اللي انا بالنسبه لي عايزه اعرف الفالي بتاعته. بشوف مثلا لو الحته دي قد الرولر 3 تايمز تبقى دي الفالي بتاعتها 3 تايمز 10 يبقى 30 سنتيمتر، لو قدها 4 تايمز تبقى 4 تايمز 10 يبقى الفالي بتاعتها 40 سنتيمتر. وفكره الميجرمنت بروسس دي خلاص خلصناها كلها الحصه اللي فاتت. المره دي بقى بنعمل كومنت بسيط كده على اي ميجرمنت بروسس، وبنقول ان اي measurement process في العموم لازم يبقى فيها error. الايرور عموما حاجة اساسية جدا في عملية الميجرمنت. تعالوا كده نشوف ايه الريزنز اللي ممكن تسبب لي اصلا error في الميجرمنت. اول حاجة عندي لو انا استخدمت حاجة بنسميها improper tool. كلمة improper tool يعني unsuitable tool، يعني tool اصلا مش مناسبة. زي مثلا انتوا عندكم في الكيمستري حاجة اسمها graduated cylinder وحاجة اسمها beakers، والاثنين كانوا بيقيس الفوليوم للليكويد، بس الديفرنس ما بين الجرادويتد سلندر والبيكر ان دايما في البيكر كنت بتقول كده يوز تو ميجر ذا فوليوم اوف ذا ليكويدز ابروكسيميتلي. كلمه ابروكسيميتلي يعني مش بتديني اكوريت ريزلت. يعني انا دلوقتي لو محتاجه اقيس الفوليوم بتاع الليكويد ده ومحتاجه ان الفاليو بتاعتي تبقى اكوريت واستخدمت البيكر، ابقى انا ساعتها استخدمت حاجه اسمها امبروبر تول، استخدمت تول غير مناسبه، طبيعي يبقى في نسبه ايرور عندي. حاجه تانية لو انا تخيلت مثلا ان انا جبت الجولدن رينج وعايزه اقيس الماس بتاعته، وبدل ما استخدم السنس اوف سكيل استخدمت البين بالانس او البالانس سكيل اللي هو بتاع الميزان اللي هو بتاع عند الخضار ده، طبعا هنا هيبقى في نسبه ايرور عالي جدا لان البالانس سكيل ده نوت سنسيتيف فور سمول ماسز، مش حساس خالص للماس الصغيره، فانا هنا برضو ابقى اسمي استخدمت امبروبر تول. طيب لو انا تخيلت ان انا ما عنديش امبروبر تول ولا حاجه، لا انا عارفه انا هستخدم ايه كويس، بس مشكلتي كلها ان التول اللي انا اخترتها واللي هي مناسبه فيها ايرور. اشهر ايرور عندي حاجه اسمها زيرو ايرور، وده عموما موجود لكل الديجيتال تولز. يعني مثلا لو حد بيعمل دايت دايما بيتقال له وانت بتعمل دايت لو بتقيس الماس بتاعتك ثبت البالانس اللي بتقيس عليه الماس بتاعتك، لان كل بالانس فيه زيرو ايرور، كل بالانس البوينتر بتاعه مش جاي على الزيرو بالظبط، كل بالانس حتى لو ديجيتال الزيروز اللي موجوده مش بتبقى اكيوريت 100%. في بالانس ممكن يزود الماس بتاعك 1 كيلوغرام، في بالانس ممكن ينقص الماس بتاعتك 1 كيلوغرام. الفكره كلها ان انا هنا ابقى اسمي استخدمت تول صح، بس المشكله في التول نفسها، فبنقول ان لو في ديفكت في التول هيسبب لي برضو ايرور. طب لو تخيلت بقى ان انا اخترت تول سليمه وما فيهاش اي ديفكت بس انا مش عارف اصلا استعمله، يبقى انا هنا بتكلم على حاجه اسمها wrong procedure of measurement. واشهر طريقه او اشهر حاجه بيبقى فيها طريقه استخدام غلط هي الجرادويتد سلندر. المفروض الجرادويتد سلندر لما بنحط فيها الليكويد بتديني كيرفد سيرفس كده، والمفروض ان الاكوريت ريدنج هي اللور سيرفس، وان لازم الليفل بتاع ماي ايز لغايه اللور سيرفس دي تبقى في هوريزونتال لاين. لو اي حاجه اتعملت مش متظبطه وانا بعمل ريدنج بتاعت الجرادويت السلندر تعتبر اديتني ايرور على طول في الميجرمنت. يعني مثلا لو انا حطيت الجرادويت السلندر وبصيت عليها من فوق بصيت بانجل غلط، يبقى دي كده في عندي ايرور في الميجرمنت. لو انا خدتها من الهاير سيرفيس مش من اللور سيرفيس يبقى في هنا برضو عندي ايرور في الميجرمنت، بس مش السبب بتاعه لا تول ولا السبب بتاعه ديفكتيف تول ولا حاجه، السبب ان انا اصلا مش عارفه استعمل. طب انا هتخيل بقى ان انا كل الحاجات دي متظبطه معايا، بس عندي مشكله تانية خالص. عندي حاجه اسمها environmental conditions ممكن تاثر على التولز بتاعتي وتخلي فيها ايرور. وانا هقول لكم على حاجه زي مثلا sense of scale. السنس اوف سكيل بيتشال اصلا في جلاس بوكس عشان احميه من الاير كارنت، ومش بس كده ده حتى البالانس سكيل اللي هو بتاع الخضار ده البانز بتاعته او اللودز بتاعته اللي هي مكتوب عليها 1 كيلو جرام والكلام دي كلها مصنوع من الايرون او نوت بينتد مش مدهونه ولا حاجه، مع الوقت ممكن يحصل لها راستنج
ومع الوقت ممكن يحصل لها ايروجن، مش هلاقي الماس بتاعتها 1 كيلو جرام اكيوريت، لا هلاقي ان الفاليو بتاعتها مع الوقت بسبب الايروجن الناتج عن الراستنج بدات تقل شويه. فانا هنا استخدمت طول مناسبه وفي نفس الوقت ما فيهاش ولا زيرو ايرور ولا اي حاجه، وانا عارفه استخدمه، لكن الانفيرومنتال كونديشن لعبت معايا دور وخلت عندي فيه ايرور. احنا بقى كل الفكره دلوقتي عايزين نعرف ازاي نعمل كنترول على الايرور ده عن طريق الميجرمنت بروسيس.